كلنا نحب كلنا لأي صورة هذا الظل؟ هل عرفتم؟ نعم، أحسنتم، هذه هي الصورة الصحيحة، أنتم أذكياء حقا. لأي صورة هذا الظل؟ هل عرفتم؟ نعم، أحسنتم، هذه هي الصورة الصحيحة، أنتم أذكياء حقا. لأي صورة هذا الظل؟ هل عرفتم؟ نعم، أحسنتم، هذه هي الصورة الصحيحة، أنتم أذكياء حقا. لأي صورة هذا الظل؟ هل عرفتم؟ نعم، أحسنتم، هذه هي الصورة الصحيحة، أنتم أذكياء حقا. لأي صورة هذا الظل؟ هل عرفتم؟ نعم، أحسنتم، هذه هي الصورة الصحيحة، أنتم أذكياء حقا. لأي صورة هذا الظل؟ هل عرفتم؟ نعم، أحسنتم، هذه هي الصورة الصحيحة، أنتم أذكياء حقا. لأي صورة هذا الظل؟ هل عرفتم؟ نعم، أحسنتم، هذه هي الصورة الصحيحة، أنتم أذكياء حقا. لأي صورة هذا الظل؟ هل عرفتم؟ نعم، أحسنتم، هذه هي الصورة الصحيحة، أنتم أذكياء حقا. يا أصدقائي الأطفال، كوكب الأرض كوكب كبير، ويوجد فيه الكثير من الحيوانات المتنوعة والجميلة، وسوف نكتشف معا هذه الحيوانات لكي نتعرف عليها. سنتحدث اليوم عن هذا الحيوان، هل تعرفون ما هو اسمه؟ نعم، أحسنتم، إنه الأسد. الأسد.
الأسد. الأسد له فراء قصير ذهبي اللون مع ذيل طويل، ويشتهر الأسد بالشعر الكثيف حول وجهه والذي يعطيه مظهرا مهيبا. طول الأسد يصل إلى 1.2 متر، ووزنه يتراوح بين 150 و 227 كيلو جرام. سرعة الأسد القصوى تصل إلى 56 كيلو مترا في الساعة، وينام مدة تصل إلى 22 ساعة يوميا. متوسط عمر الأسد يتراوح بين 8 إلى 10 سنوات. ويطلق على صوت الأسد اسم الزئير، ويمكن سماع صوت زئير الأسد من على بعد 8 كيلومتر. اسم بيت الأسد هو العرين، والأسد حيوان مفترس ويأكل اللحوم، وهو من الثدييات. وللأسد فك وقوائم قوية وأنياب طولها 8 سنتيمتر تقريبا. ويلقب الأسد بملك الغابة، ومن الأسماء التي تطلق على الأسد الليث والسبع. حليب. أهلا بكم أصدقائي الأطفال، سنلعب اليوم لعبة الذاكرة معا، هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ الآن. في البداية دعونا نعرف ماذا لدينا هنا. سيارة، طائرة، شاحنة، قطار، منطاد، حافلة. سيارة، سيارة، طائرة، طائرة، شاحنة، شاحنة، قطار، قطار، منطاد.
منطاد. حافلة حافلة. الآن سوف نغلق البيض. وعليكم أن تساعدوني على معرفة أين توجد الأشياء قبل أن ينتهي الوقت. أين يمكن أن يكون المنطاد؟ هيا يا أصدقائي، أين المنطاد؟ بسرعة ساعدوني، الوقت سينتهي. هل عرفتم أين هو؟ نعم نعم، أحسنتم يا أصدقائي، المنطاد في البيضة البنية. شكرا لكم. أين يمكن أن تكون الشاحنة؟ هيا يا أصدقائي، أين الشاحنة؟ بسرعة ساعدوني، الوقت سينتهي. هل عرفتم أين هي؟ نعم نعم، أحسنتم يا أصدقائي، الشاحنة في البيضة الحمراء. شكرا لكم. أين يمكن أن تكون الحافلة؟ هيا يا أصدقائي، أين الحافلة؟ بسرعة ساعدوني، الوقت سينتهي. هل عرفتم أين هي؟ نعم نعم، أحسنتم يا أصدقائي، الحافلة في البيضة الوزنية. شكرا لكم. أين يمكن أن تكون الطائرة؟ هيا يا أصدقائي، أين الطائرة؟ بسرعة ساعدوني، الوقت سينتهي. هل عرفتم أين هي؟ نعم نعم، أحسنتم يا أصدقائي، الطائرة في البيضة الحمراء. شكرا لكم. أين يمكن أن يكون القطار؟ هيا يا أصدقائي، أين القطار؟ بسرعة ساعدوني، الوقت سينتهي. هل عرفتم أين هو؟ نعم نعم، أحسنتم يا أصدقائي، القطار في البيضة الحمراء. شكرا لكم. أين يمكن أن تكون السيارة؟ هيا يا أصدقائي، أين السيارة؟ بسرعة ساعدوني، الوقت سينتهي. هل عرفتم أين هي؟ نعم نعم، أحسنتم يا أصدقائي، السيارة في البيضة الحمراء. شكرا لكم. عليكم الآن أن تعرفوا ما هو الشيء الموجود في داخل البيضة قبل أن ينتهي الوقت. ماذا يوجد في البيضة الصفراء؟ هيا يا أصدقائي، ماذا يوجد في البيضة الصفراء؟ بسرعة، الوقت سينتهي. هل عرفتم ما هو؟ شاحنة. توجد الشاحنة في البيضة الصفراء. أنتم أذكياء حقاً. ماذا يوجد في البيضة البنية؟
هيا يا أصدقائي، ماذا يوجد في البيضة البنية؟ بسرعة، الوقت سينتهي. هل عرفتم ما هو؟ منطاد. يوجد المنطاد في البيضة البنية. حقا. ماذا يوجد في البيضة الحمراء؟ هيا يا أصدقائي، ماذا يوجد في البيضة الحمراء؟ بسرعة، الوقت سينتهي. هل عرفتم ما هو؟ سيارة. توجد السيارة في البيضة الحمراء. حقا. ماذا يوجد في البيضة الخضراء؟ هيا يا أصدقائي، ماذا يوجد في البيضة الخضراء؟ بسرعة، الوقت سينتهي. هل عرفتم ما هو؟ قطار. يوجد القطار في البيضة الخضراء. ماذا يوجد في البيضة الوردية؟ هيا يا أصدقائي، ماذا يوجد في البيضة الوردية؟ بسرعة، الوقت سينتهي. هل عرفتم ما هو؟ حافلة. توجد الحافلة في البيضة الوردية. ماذا يوجد في البيضة الزرقاء؟ هيا يا أصدقائي، ماذا يوجد في البيضة الزرقاء؟ بسرعة، الوقت سينتهي. هل عرفتم ما هو؟ طائرة. توجد الطائرة في البيضة الزرقاء. والآن إلى اللقاء، انتظرونا في حلقة أخرى لنتعلم المزيد والمزيد معا. مع السلامة. نحن كلنا نحب، كلنا نحب، كلنا نحب أناشيد الروما. كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نعم كلنا نحب أناشيد الروما. كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نحن كلنا نحب أناشيد الروما. أهلا بكم أصدقائي الأطفال في عالم المعرفة. سأقوم بطرح الأسئلة وعليكم الإجابة عليها بسرعة قبل أن ينتهي الوقت. السؤال الأول، من هو الملقب بالفاروق؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، إنه الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السؤال الثاني، من هو خاتم الأنبياء والمرسلين؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، إنه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث، ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ هل عرفتم؟
أحسنتم، إنها صورة الإخلاص. السؤال الرابع، كم عدد آيات سورة الفاتحة؟ 7 آيات. السؤال الخامس، من هو الملقب بذي النورين؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، إنه الصحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه. السؤال السادس، كم صلاة نصلي في اليوم؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، نصلي 5 صلوات في اليوم. السؤال السابع، من هو أول من أسلم من الأطفال؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. السؤال الثامن، من هو سيف الله المسلول؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، إنه خالد بن الوليد رضي الله عنه. السؤال التاسع، من هو أول مؤذن في الإسلام؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، إنه بلال بن رباح رضي الله عنه. السؤال العاشر، متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. دعاء سماع صوت الرعد. صديقتي الفراشة، هل تعرفين ما هو دعاء سماع صوت الرعد؟ حسناً أيها الأطفال الشطار، هل تعرفون ما هو دعاء سماع صوت الرعد؟ هيا يا أصدقائي، ساعدوا صديقتي الفراشة في معرفة دعاء سماع صوت الرعد. هل عرفتم؟ نعم، أحسنتم، دعاء سماع صوت الرعد هو سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أحسنتم، أنتم أطفال أذكياء حقا. صديقتي الفراشة، لا تستخدم الهاتف في الخارج عندما تكون هناك عاصفة رعدية، وتبتعد عن الأعمدة المعدنية والأشجار كي لا تتعرض لخطر الصواعق. صديقتي الفراشة تلتزم دائما بالآداب، والأطفال الأذكياء يفعلون مثل صديقتي الفراشة ويلتزمون بالآداب. وهذا الوسام هدية من صديقكم أرنوب لصديقتي الفراشة ولكل أصدقائي الأطفال في كل مكان. رددوا معي يا أصدقائي: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. 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 أحسنتم، أنتم أطفال أذكياء حقا. مرحبا يا أصدقائي، هل تعرفون ما هذا الحرف؟ نعم، أحسنتم، إنه حرف الضاء. تعالوا معنا لنتعرف على مجموعة من الأشياء التي يوجد بها حرف الضاء. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنه ظرف. كلمة ظرف تبدأ بحرف الضاء. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنه ظل. كلمة ظل تبدأ بحرف الضاء. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنها مظلة. كلمة مظلة يوجد بها حرف الضاء. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنها نظارة. كلمة نظارة يوجد بها حرف الضاء. أين يختبئ حرف الضاء؟ هيا يا أصدقائي، أين هو حرف الضاء؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، هذا هو حرف الضاء. انظروا يا أصدقائي، هذا هو حرف الضاء. لقد اختبأ حرف الضاء في أي صندوق. يوجد حرف الضاء هل عرفتم؟ أحسنتم، يوجد الضاء في هذا الصندوق. أين مكان حرف الضاء؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، هذا هو مكان حرف الضاء. كلنا نحب،
كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نحن كلنا نحب أناشيد الروضة. ما هذا يا أصدقائي؟ هيا أخبروني، ما هذا؟ هل عرفتم؟ نعم نعم أحسنتم، طماطم 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 طماطم. هيا رددوا معي، طماطم 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 طماطم. لنقلها معا بصوت واحد، طماطم. أحسنتم، أنتم أذكياء حقا. كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نحن كلنا نحب أناشيد الروضة. ما هذا يا أصدقائي؟ هيا أخبروني، ما هذا؟ هل عرفتم؟ نعم نعم أحسنتم، مصحف 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 مصحف. هيا رددوا معي، مصحف 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 مصحف. لنقلها معا بصوت واحد، مصحف. أحسنتم، أنتم أذكياء حقا. كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نحن كلنا نحب أناشيد الروضة. ما هذا يا أصدقائي؟ هيا أخبروني، ما هذا؟ هل عرفتم؟ نعم نعم أحسنتم، قبعة 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 قبعة. هيا رددوا معي، قبعة 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 قبعة. لنقلها معا بصوت واحد، قبعة. أحسنتم، أنتم أذكياء حقا. أهلا بكم يا أصدقائي، سنلعب اليوم لعبة التطابق. وطريقة اللعب سهلة جدا، عليكم أن تحفظوا أين توجد كل صورة والصورة التي تشبهها، وستختفي الصور كلها. بعدها ستظهر صورة واحدة، وعليكم أن تعرفوا أين توجد الصورة التي تشبهها. لنبدأ الآن. أين توجد الصورة التي تشبهها؟ هيا أين يمكن أن تكون؟ بسرعة أيها الشطار، هيا ساعدوني، أين هي؟ هل عرفتم؟ إنها هنا. أحسنتم، أنتم يا أحسن، وقد حصلنا على النجمة الأولى. شكرا يا أصدقائي. أين توجد الصورة التي تشبهها؟ هيا أين يمكن أن تكون؟ بسرعة أيها الشطار، هيا ساعدوني، أين هي؟ هل عرفتم؟ إنها هنا. أحسنتم، لقد حصلنا على النجمة الثانية. شكرا يا أصدقائي. أين توجد الصورة التي تشبهها؟ هيا أين يمكن أن تكون؟ بسرعة أيها الشطار، هيا ساعدوني، أين هي؟ هل عرفتم؟ إنها هنا. أحسنتم، أنتم أذكياء حقا، وقد حصلنا
الثالثة. شكراً يا أصدقائي. أين توجد الصورة التي تشبهها؟ هيا، أين يمكن أن تكون؟ بسرعة أيها الشطار، هيا ساعدوني. أين هي؟ هل عرفتم؟ إنها هنا. أحسنتم. لقد حصلنا على النجمة الرابعة. شكرا يا أصدقائي. أين توجد الصورة التي تشبهها؟ هيا، أين يمكن أن تكون؟ بسرعة أيها الشطار، هيا ساعدوني. أين هي؟ هل عرفتم؟ إنها هنا. أحسنتم. لقد حصلنا على النجمة الخامسة. شكرا يا أصدقائي. أين توجد الصورة التي تشبهها؟ هيا، أين يمكن أن تكون؟ بسرعة أيها الشطار، هيا ساعدوني. أين هي؟ هل عرفتم؟ إنها هنا. أحسنتم. لقد حصلنا على كل النجوم. شكرا يا أصدقائي. أصدقائنا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على اللايك. نتشرف بمتابعتكم ودعمكم لنا. نقول لكم من القلب شكرا لكم.